كوكو صافا لاباس عليكم بخير يا دميلا على الساك دو شيان خليك ما يليان كنتي معاهم جابك ما شي مع تاتا كنزه سير يلا سير مونت يلا مونت عندك يحل الباب ريح الباب عندك يمشي يحلو كي دايرين لاباس عليكم بخير حق مشينا تبحرنا اوكي بعد تبحرنا شنو سميتها هاد البلاصه تبحرنا فيها سي با دوما دنيا اش سميتها هاد الدنيا هاد البلاصه تمرات تمرات شنو تبحرنا في تمرات كل جو سخون جو زوين يلا سير ايليان لحق لينا ايليان لحق لينا عينا وتبحرنا طلعنا عامل لتحت الفوق تقول اش درنا اش درنا كاع حنا ما درنا والو اتبحرنا صافي يلا طلع الكرسي طلع الكرسي ايديا طلع الكرسي قلت لكم جينا لهاد البلاصه نقص شي غير نقص بس ابور ستون سيل تو بلي قلت لكم جينا للبحر هنا نتبحروا بحر سماريت ياك على الزين شديتنا ورحت شويه في وجهي شديتو سماريت صح انا نعوم بغيت نتبرونزا واحد شويه قبل ما نسافر ندي معايا اللويين ونزيد عليا اللويين اخر جيت معاه واحد صديقة ديالي جات من برا والمهم جاو هما يتبحروا حتى حنا جينا معاهم تبحروا نيت صافي جينا معاهم الصباح جاو عندنا البارح هما هادو اللي هادو هما اللي كلاو عندنا البارح انا ما عرفتش نتا داك الفلوق شحال نجمع لكم من النهار الله يعلم المهم شحطوا لكم بوحدو هذا ولا هذاك بوحدو الله يعلم نتوما عاقبوا علينا وصافي هما عارفين المهم راه ما زقلت لكم حتى شي حاجه جاو عندنا كلاو عندنا تغداو معانا ولا فطروا معانا وداك الشيء كاع ما عقلت باقي اليوم مشينا معاهم للبحر منو غدا منو فطور حيت هما فاقوا معطلين ولقاوني غنفطر قلت لهم صافي راه ما غاديش نفطر تجو نتغداو معاكم اللي تبيه صافي قلت لكم واليوم غادي للبحر نروح نمشيو معاهم نتلاقاو في البحر ندورو شويه دابا بحرنا بصراحه عيينا عرفتوا البحر كان هايج دوك الماج يضربوا فيا تنقز فين ماشي موجود ضرب فيا تنقز راه هبط انا حق ربي طيبوا لي الماج صافي من بعد دابا صاينا غادي نمشيو نتغداو ناكلو شي حاجه باش نشوفو فين غناكلو باش نمشيو من بعد نجمعو ولا اش غنديرو شوف شنو غنديرو يلا نتوما معانا اش من لون اخر جبتي بغيتي ابيض بغيتي كحل بغيتي كي بغيتي ما عندكش مشكل ما زعما متاكده ما عندكش مشكل كيما كان المهم غير يدري يدري واش يبغى تعال معقول انسان عادي بحالنا حنا فهمتي ما بغاتش شي بسيكوبات بغات شي انسان عادي بحالي بحالك واحد الشكل تاع الا الناس عاديين بغاو غير ياكلوا ويشربوا ويتفرجوا ويدوروا ويخرجوا ويمشوا فاكونس ياك ما بغيتيش شي بسيكوبات شي واحد مريض عقليا ما تجوهاش هي المرض العقليين ملي مرض عقلي بلي ما يجي عندها ريبه تاع شي انسان عادي كان يجوني عروض الزواج ولا كي يكونوا مرض كيما قالت خالد مرض عقليين والله انا اللي عرفت اش كنقول لكم ما يعفو عليهم سيت الترخى دروك تسناي حطيها في الطاوه تترخى حيت راه غليظه واحد المسمنه جيو ماشي غليظه صح انت دي واقيله راه غادي تسرح هي تكون رقيقه هي خاصها تكون رقيقه وجنيه محمره محمره الحيمة ايوا المهم حنا كنديرو دات ليه النشا باش تبقى التقرميشه فهمتي باش الى الطاب ديك التقرميشه كدير النشا ديال النشا مع الزبده المهم هي ديال الزمان اللي بغات المراه ديال الزمان هي راه اللي بغى وما يكونش عايش مع والديه ياك يكون عايش بوحده يبغى الدارها بوحده ما بغاش تعيش مع الوالدين حيت الوالدين ما كتلقاي راحتك في الدار ديري اللي بغيتي مع راجلك وسمحوا لي على الميمات سمحوا لي على الهضره ولكن راه ميمكنش تعيش شي مرا مزوجه مع راجلها ما تلقايش راحتك طبيعه تلبسي شي حاجه لراجلك ما يمكنش واش متفقه معايا الهضره ولا قلت نهضر عليك هنايا المهم اللي خاصو الزواج الزمان ريابات هي تعطي الدار مزيانه زعما هي تهلا في الراجل تهلا في راجل اف وليداتها تهلا في دارها صايره تهلا فيها عندها مسؤوليه واش من ناحيه خاطر جبتي التهلون انتيا هنا جهه اش من جهه بغيتي تهلا فيك الله فيك سيني خرجني مره بتخدمي لا هذاك تقدري تخدمي بغيتي تخدمي انت ولا بغيتي تخدمي بغيتي تكوني مراه عامله لا ما عنديش مشكله انا هي لكن انت الا قالت لك قدرت تقدر تخدم زعما ماشي مشكل تخدمي ولا ما تخدميش بحال انتوما جرب كمونها وضربوا عصفورين بحجر واحد مرا بولدها طلب لي الزواج دابا هذا درتي انت شهر لا اريها شهر هي شهر الزواج البرنامج يلا اخوتي اللي بغى يتزوج يجي عند حياتي دير لي البرنامج الزواج نديرك بعدا انت شوفوا واش صدقت القضيه إيه. عندك صافي ندير البرنامج صافي دابا انا دابا حنا كنشوفوا حنا دابا نجربوا بك التجربه إيه. باه جعت الله الناس بصح اللي بغاو يتزوجوا تبقاو جات تفلاو لي بالمعقول حنا كنهضروا دابا بالنيه وبالمعقول خديجه هي بغات شي راجل ولكن
من دوك الوصفات اللي قلت لكم شي راجل فحل يخدم يخدم في الدار وعلى برا ماشي عاق في برا يخدم في الدار وعلى برا يخدم في الدار ويجي يعاونها في الدار ما يقولش ليها لا وهنا الراجل يكون بحال الراجل بحال المراه متفتح يكون عنده بحال المراه بحال الراجل بحال المراه بحال الراجل يجي يخدم برا ويقدر يعاونها في الشقه تاع الدار يبدل لي كوش للدراري يخرجها يدورها يخرج للقهوه ما عندوش مشكله فهمتوا شي واحد متفتح ماشي واحد مغامق ها اي هي حدي وحده ماشي واحد يقول لها صباح وعشي يقرأ على الزبر ويقول لها لا وهذه حرام هذه حرام هذه حرام راه الحرام بين وحرام بين الشراب والكار وداك الشيء هو اللي حرام واما اما الحوايج الاخرى بقى يقول لها لا وهذه حرام لا وهذه منخرجوا له القهوه حرام لا وه كوكا حرام لا وه التومه حرام لا وه فهمتي كاين داك النوع راه بنت انت ما بنزلنا للريستوران هذه راه ها نزاشتوها وها كيفي راكم تكونوا عقلتوا عليهم ديجا صورتهم في الفيديو كيفين كيفين سي هالو عاود 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 قول لهم شنو انا كيفي انا كنت شفت اللي صورت عندها مشيت عندها حدا فرنسا فين مشيت عندها في الثلج اه هلو صافي بقاو كنت هلو ها هي نزهه نزهه سي هلو نزهه سي هلو قولي هلو تنتي قولي هلو بركة سلموا على عائلتكم تحية لا سوار أدرى هواري هواري وش هاد شي هواري زوين زين ومالو حار واحد جابونا من نقبو فوقاش نقبو خاطر جابو لها مطيشة حنا كما جابو لها مطيشة احنا عندنا زعلوك زعلوك واش شفت ميتي تتبع عليك ميتي اي فوالا خديت بلا رويال خديجه خدات بلا رويال لا جات معايا ما عادش صورتها لكم لا لا هما تا هما بلا رويال على بيتزا كيفين بلا رويال لو طاجين اياد بيتزا كل واحد شنو اختار نتشارك مع بعضياتنا صحه وراحه مهم بنات زيت عند سانا واسماء جيت عندها الفيلا ديالها نسلم عليهم حيت راه اصلا كنت هنا في عف اغرود وجيت نسلم عليهم وندير واحد الدويره في الفيلا ديالها الله يعطيك الخير ها انتم يا اسماء جيت كندور انا جيت كنشوف الدار اون ديريكت شتها في الفيديو ما قنعتنيش لا كيف تكوني في الفيديو ما كتبغيش تحلي الشتي اي 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 شفت عجبتني هذيك السينما وعجبني لا شامبر بخواط غندخل ليها لا شامبر بخواط غير رتبوشي مع راسي هذه هي غادي انايا حشي بارد لا شي بارد لا شامبر لا شامبر بخواط لا شامبر بخواط خديجه دخلي تبرد لي مع راسك من اخرى على اللي جات لكم اللي وجدت النحياس مار كبير هذا يعطيكم الخير قالت لها هيا سوس غتتكاع بس فيها رجال وام ما تحزيش كان غير صدت في الطواليت انا عجبتني السينما انا عجبتني السينما نسيت ما درت هذيك الدار عندي شي بيت يكون خاص بالسينما ولكن سي با ترو طار غنلقى ليه الحل وكيتفرج الي عجبات السينما اميره عجبات السينما مابقاش باينه دكاع يلا الي انا نمشي يا حبيبي يلا هاد مشكاه للدار وما كاين غوغاردي ما كاين صافي تم بعد
ها انتم الا الصراحه انا ما درت حتى شي حاجه. الا اللي دار مسكين دار لا سالاد هو اللي دار القطبان نضمهم في القطبان هكا البغوشات نضمهم. هادشي اللي بقى نكذب عليكم باقي هادشي في البواطه هنايا شتو وبقى هادشي وهذا الشيء هو اللي بقى من الحولي ما بقاش عندي انا القطبان ما كان حدا داكشي ودار الا سالاد وصافي اللي انا عاتي على المناد ها ما جات باش هما. السلام عليكم يا ويلي لاباس عليكم كي دايرين بخير؟ الحمد لله كاع مرعين ياك لاباس ناصر السي يوسع العيد على خير وبخير الحمد لله. برك العواشر ما قلتي لنا برك العواشر. برك العواشر ماشي بخير الحمد لله. قلت لهم في الفيديو الاخر قلت لهم برك العواشر. وانتم الكبيدات ديالي من بعد ما تغدينا هضره النهار الثاني اون فايت ماشي داك النهار اللي دوزنا في البحر هضره يومين جمعت لكم في هذا الفلوق كنجمع لكم في يومين. هذا البنات من بعد ما سالينا هنايا كنا تغدينا القطبان جينا وتغديناهم كما قلت لكم جمعت الصالون ديال الصح. شوفوا هاد اليومات كتبقى لي الدار مجموعه ما نكذبش عليكم كاينه وحده في واحد التعليق قالت لي واه على حسب امك. شوفي لك ايفيكتيفمون الدار فاش كيكونوا الناس كتار فيها كترون كتوسخ فاش كيكونوا الناس فيها كتار فاش كينقصوا الناس راه ما كتبقاش ترون. هذه كاينه هذه ما حيدهاش الطبيبه هذه كاينه في كل شيء راكم عندكم في كل دار. ولا كان واحد كيجمع وبزاف ديال الناس كيرونوا راه كترون الدار. الا كان كل شيء كيجمع راه كتبقى الدار نقيه. هنايا الصراحه ما بقاش كدار كترون لي مع اصلا حيدت القش والباقي راكم شفتوني شحال خرجت للجرده وشحال حرقت يعني بزاف ديال الباكاج حيدته بزاف ديال الباكاج حرقته. داكشي اللي ما بغاوش فيه خوتي انا هزيته حرقته اللي بغاو هزوا شي حاجه هزوها انا بز شي حاجه داكشي حرقته كله. راهي غير الصالون كان شويه مرون صراحه كنقي غير هاد الطابيه تستهم شويه ودوز لاسبيراتور على الصالون دوز عليه واحد الجفاف واخا الصراحه ديك لاسبيراتور ما اسبيراتش ليا مزيان على قيتاش لي ساشي اللي فيها عمرو صافي اون فيت لي ساشي عمرو بالزبل ويلاه كوموندات وحدين اخرين حيت صافي سالاو لي الساشيات كيجو كل باك كيجو فيه 6 وسالاو لي الباك ديال 6 وهنايا راه سالاو لي انا عمرات راه جمعت باغي شويه ما بقاش كتجمع مزيان صراحه حيت هو الا عمر ليها الساشي ما بقاش كتمسلك الارض كما كانت. هنا دوزت غير شويه 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 وغنوريكم دابا الديكور اللي زدت في الطابله كما كتشوفوا معايا هذاك الديكور هو اللي زدت في الطابله داك ديال البرارد. هذوك البرارد صراحه ماشي ديال تعمر اتاي مي هما بليتو ديال الديكور. نعم احبيبي واخا واخا هو جاي بابا هو جاي الكبيده ديالي قلت لكم هذوك البرارد اللي كاين تما غير يلاه بلاتي يا تاتا اسكو تي با اتوند بيرسون اي تاتا دو مينيت اسكو تي با اتوند دو مينيت بيرسون سليمان نو سي با سليمان كيتقلب غير ديك ليكسكيوز باش نخرجوا الجرده وليد دروكا ولا وليد لا سليمان لا سيكي قلت لكم درت داك الديكور هكاك غيبقى تما بداك البريردات ودوك تو اتاي هكاك كما قلت لكم هذوك البريردات راه هما ماشي ديال التعمار اتاي حيت هما كيكونوا من الداخل هذو غير ديال الديكور تراديسيونيل. صراحه عجبني داك الديكور كنخدي ديك الطابله كانت واحد الاخت قالت لي في التعليق حياه ديهم غير حكيهم راه موسخين. لا 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 ما موسخينش هذوك راه هكا داير حكيتهم جبتهم عند السيد في السوق راكم دراه وريتكم فاش مشيت للفيديو فاش مشيت للسوق وريتكم بلي نقيتهم راه هذاك اللون ديالهم داير هكا ديك الطابله اون فيت هي نحاس ومغلفه مغلفه بالفضه فهمتي يعني داك الفضه تقشرات ليها ولا النوع ولا اللون ديالها غادي للنحاس وفيه الفضه فهمتي غادي للصفريه وغادي للحموريه فهمتوني غادي للنحاس الصفريه وممطول اللون ديال الفضه فهمتي اللون ديالهم داير هكاك. صراحه عجبني الديكور قول لي كيسكو فزون بونسي البنات هذاك الديكور اللي درت هكا في الطبيله عجبني شويه تقليدي مع الزربيه جا مع الزربيه غزال تقليدي داخل عليه تقليدي شويه المودرن مع الكنابي شويه مودرن جا زويون صراحه عجبني الله يسهل ان شاء الله ونقاد شي كنابي واعر نحطو معاه. المهم راه داكشي المهم راه الدار بدات كتبان بشويه بشويه كتبان بشويه بشويه ان شاء الله الله يسهل وكاع نسد داك الباب اللي كاين تما حيت ما عجبنيش البنات جوج ديال البيبان في الدار صراحه ما عجبوني جوج ديال البيبان باب مهجه وما شي كيدخل من هنا شي كيدخل من هنا نخلي واحد الباب في الدار صافي ماشي جوج ديال البيبان واحد الباب عند الدروج واحد الباب عند الكوزينه نخلي واقيلا غير الباب ديال الدار اولا الباب ديال الكوزينه ما عرفتش شنو اللي غادي نخلي حتى نشوف ديك الساعه سبحان الله.
كما قلت لكم كنشرب الماء ديالي حيت بديت واحد الريجيم ان شاء الله نبارطاجيه معكم. فاش نسالي فاش نضعف نسالي معكم. وخا ديال الكوبول ديالي بواحد ليد والصراحه غلطت لي ما كومونديتش لي ساشي ديالها بكري حيت دابا خاصيني ونتسناهم حتى يوصلوا لي غيصيفطوهم ليا من كازا. صراحه هي اللي كتهنيني وهي اللي كنتهنى بها. نتوما شتو قاعده الديكور راه مشائلين عاوتاني خسروا مع الدري الصغير ما كاين ديكور الله العظيم غير الصبر وصافي حيدي بلاصه فين قاد حطيت ليه باش يلعب حطيت ليه الديكور دابا غيبقى يلعب به كل ساعه زعما راه كيكب قال لك حتى هو شتو جبنات المسمن. انا راه جففت الدار وتيقت الطواليت وجففت البيت ديالي وجففت الكوزينه. المهم دوز على داكشي كله كنت بينا عسيلين ولكن سيطرو طرقه ما نعس ليهم. المره بيصحابك هضر بصح تحاول نضرب بصح بصحابك هضر بصح قلت لك كيكا كنعيرك ولا بلي عيرك ويلي انت مشتي انا نعيرك من بلا نضربك كاع من بلا نضربك اش تنضربك ومن بلا نضربك بلا عيب لي خدو ديجي اه انت بحال راسي نعيرو وهذاك وما بلي يعيرو ما بلي يقول لي فيه الحاجه تعيري انا ماشي عيرتك دابا خديجه انا قلت لك الصراحه زعما تقدري تحيني وتبيان بتاعتي راه غنتقبلها من عندك ولكن باش تعيريني وهذاك ما تقبلهاش من عندك يعني ما كتعيريني شوفي بحال دابا راسي انايا نتعاير انا وياه نتخاصم انا وياه ولكن شي واحد يقول لي فيه كلمه العيب من بها نسمعها فيه عندك النشاء ندير شويه نشا برتاد كاين كاين بنات ما ادري واش تقول انت بغي يعيبوني مع فيديو لا زعما شي واحد اسميتو انا نعيرو انا وياه كنتخاصمو كاع الناس كيعيروا جارهم يتخاصموا وياهم ولكن فاش يجي واحد يعير لي يقول لي لا واه راسك وهذه وهذه نقول له حبس تما ما شغلك فيه انا وياه نتقاتلو كاع نتنادفو كاع انت مالك فينا حنا عاجبنا الحال هو عاجبو الحال وانا عاجبني الحال نتقاتلو نترايشو تنعيو ونرجعو لبعضياتنا منا هذا هو سبب الحياه راه طبعا الزواج بين الخصومه وبين المعايير هذا ما غادي يكون فيه الطعم الحياه ياك الطعم هذاك الدعم زايد بالطعم الخصومه تخافي معاه اليوم وغدرة تفضحكي تجي بها تسارحي منه شويه وتسرح منك ايه وصافي واحد ميك عليه ميك عليه باش تعرفي شحال قيمتك عنده وشحال قيمتي عندي ابن عنوة صافي راه ترجعو لبعضياتكم صافي تعرفوا بحق واحد السيمانه عاوتاني دوز عليك زوين يقول شفتي كذا شو دوز واحد السيمانه بلا بها خايبه ايه ولا يعطيك قيمتك شويه ولا تعرفي درتي ديت فورا غتبيع خصومه ودار ديت فورا هذي كيسمو في الحياه بعدي زوين وه هي يعني عارفه زوجتي اش بغيتي انت فارس الاحلام ديالك بغيتي يكون انا اش بغيتي فيه المواصفات من هنا نقلبوا عليك من هنا هي بغيتو بدا يكون عايش على برا ماشي مشكل ياك انت بغيتي تمشي على برا خديجه ماشي مشكل كي برا كي باش تضمني المستقبل ديالو انت المستقبل انت ماشي ماشي كتهضري لبرا على حسابك كتهضري لبرا على حساب ولدك بغيتي تضمني المستقبل ديال ولدك المهم هو السيد قبل ليا بولدي هي بغيني كيف ما انا ونبغي كيف ما هو قبل لك بولدك يدير ولدو بحال ولدك اي قولي عيوبك قولي على عيوبك عادي راك ولكن خاصك تلقي داك الشخصيه اللي تجي معاك انت تقبلك العيوب حيت كاين شخصيه ما تقبلش لك العيوب ما تقدرش تقبلك على عيوبك وانت ما تقبلها العيوب يعني خاص الشخص اللي يجي معاك وي يبغي ديك خديجه البسيطه اللي مره مشنتفه مره مقاده مره ضحكه مره طالع عليها الزمر مره كل مره هي غادي تصبر معاك شنو ما ديفوتك خديجه غادي نديرهم هنا عادي ما فيها والو الانسان يجي عارف على ناوي يعرف الديفوت من دار وربما شي واحد هنا يسمعنا اي ما نقولهمش الديفوت خليهم بيني وبين نفسي تيكون بعدا وهلي هو بغى يجي عندك يدخل بتعضيع الوقت دابا يجي عندك اي واحد يضحك ما خص له ما يعرف الديفوت من تاعك دابا اعلان هذا ما زواج اشنو باش يعرفوا الناس باش داك اللي هذا الشخصي هذاك الديفوات اللي ما بغاهمش بلا ما يجي عندك التليفون يبرزطك نيشان ويجي عندك اللي باغا قابل على هاد الديفوات قد يصبر عليهم ما كاينش ها الراجل يكون عصبي بدغيا كيطيح دغيا كيبدا يغوص في الدار ولا يتنرفه اي يكون انسان يتفهم فهمتي لا بالهضره لا بالهضره اي صوتي رفعي صوتك عادي انت رفعتي صوتك وصرعت راه عادي داكشي لا لا انا ما كاينش لغوه نهار يطلع لك الزمر نهار يطلع لك الزمر نهار يطلع ليه القرده راه يعقل عليك مازال لا كاين اللي ما كيتفاهمش كيفاهم هو الغوط عنده هو التفاهم فهمتي كاين الناس ايه انا تهلاتي بشهي وتحكى مسمنه تاع ايه ايه دابا دي اعلان ايه هي ديري سيري شنو هو الديفو الاخر الديفو اللي فيه هو انا ما عنديش مشكل يكون هو مطلق حتى هو عنده ولاد مش يعني ما شوفي الولاد احسن ما يسكنوا معاه حيت يسكنوا معاه غيكونوا مشاكل ايه عنده وليدات ماشي مشكل يكون ايه ولا كبير في الله
الماج إيه؟ يكون عنده إيه ما عندنا مشكلة يا قلت خاصه يكون أصلا كبير شوية باش يلا يلا اسميته يكون كبير. أنا في عمري شحال في عمري حياتي 26 هو بيت مثلا كيكون 41 او من 35 عام من فوق بالنسبه لي من 35 عام لفوق اي عندها من 35 عام لفوق صافي انا عرفت 35 راه باقي صغير راه قدي راه باقي صغير حيت الرجاله ما كيشربوش عقلهم لا عندي 32 حيت الرجاله ما كيشربوش عقلهم دغيا وما كيشربوا ما في الربعينات المهم ورني انت تشرب الرجاله يلا في الربعينات كيبداو يشربوا العقل تاعهم في الربعينات هما الربعينات حنا العيالات كنبداو حنا العيالات من 27 28 ديك 29 هما طار ربعينات هما عندها دوت برك الله راه عارفه شنو هو مازال خاصك واخا خاصني وكاع عارفه شنو المسؤوليه ديال الزواج ديال ماشي ما عارفه درنا الحشوه فيها اللحم الغنمي صافي ربي ترقيها خرجي ربي تخبزي شتي قلت لك راه غليظه شتي بغا يقطا هو باش عرفت انا كان بيجي غليظ كما سخنا الفران بنات غنعمر واحد الخديجه كدارت داك المسمن انا غنعمر واحد الكويس ديالها حتى شوفوا النعناع كي ولا هنايا خدام كيخلف داك ليه عارفين النعناع الا بغيتي يحيى كدير ليه كوتاكوت شوفوا كوتاكوت هو يخلف كله جاي مسكين مخلف شتي مع داك ليه كوتاكوت حيت غنسافر ندير ليه كوتاكوت ندير النعناع وندير شويه ديال اتاي واحد البرونش ديال اتاي او اتاي ما عرفتش اتاي انا جامعه على سميتو تنساني من بعد ندوش هنايا انا اللحم غادي ندير نزيد واحد كان على البلدي عجبك النعناع البلدي ديري لي درتي ماشي مشكل عندي هادي داكشي المهم ديري اللويزه اللي ديريها اللويزه تحيدنا طلع عليها لي الدم طلعوا لي ليها الدم نشوفوا الدلاح ديالي ما تعنوهاش ليا باش تكبر شوفوا لي دلاحتي ولكن ما تعنوهاش ما تعنوها ما فين نشوفوها شتيها وحده هاد لي ليحتي تبارك الله ما غادي تكبر ديك الدلاح حتى يمشي وقته حاجه ثاني بغيتي قرع المهم انا عندي وقها واحد المره كنا الجرده ديالك الدلاحه سويله دلاحه تاعي الثانيه شتيها هي غندي ليها هذه فينها هي ايه هذيك راه قرعه قرعه ولا واه خصني نحيد لها هذو باش صافي ما تبقاش تكبر دابا صافي تكبرهم صافي تحيد لها الريوس هكا ونحيدهم داو يعاودوا يكبروا قهر نخرج ليها ريوس اخرين جداد ممكن تخلي غير جوج ديال لا هو الكرافس كرافسي بارك الله زوين كرافسي بدات تكرفس نعرف كنا ودي مشيت كارفيس بركه اللي داز علينا ولي دايز عليك واو ولي دي في مازال سيدي هادي بان حنايا شي كرافس ايوا فين ما كانت قولي قولي فين ما كانت شي 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 واحد برقاق شي برقاق يتعدى عليه برقاق والله يتعدى عليه شي شي سميتو ما كاين شي برقاق اللي يتعدى عليه اللي بغيتي تتشمل البراقاق البرقاق اختي البرقاق موجود كيتعداو معديين الله ياخذ فيهم الحق عطاهم الكتار باش يديروا ايه واه تا نور الشمس خرجت شتو البنات اه يزيدوا نور الشمس هي فيها الزريعه اي يلا كان فيها النحل شتو هذه كلها نور 5 كيلو الحراره هذوك كان فيها الزريعه حياه راه الزريعه راه غادي تنقدها ملي نرجع من السفر نلقاها طابت ورا السيستم اللي درت جوا زين السيستم اللي درت جيدي تاكوت اييه شتو البنات كيفاش درت الكوتاكوت في هذا السيستم دخلناه معنا درنا هكا دابا كيشربوك بوحدهم 10 فهمتوا نطلق لهم ساعه في النهار وصافي ندير ميتيشا ها هو شوفي هذا الخرقوم البلدي شتي هذا راه الخرقوم البلدي هذا انا ما كنتيش عارفه نشوفوا الخرقوم البلدي هو فين كابر شتي دابا كيكبر ودير بحال سكنجبير كيكبر لتحت حتى من بعد كيكبر ولا هما اصفر راه كاين لتحت هو كاين هذا عش هذا على الورد ديالو حتى يكبر عاد نحفر عليه ونسلو الخرقوم البلدي نعم عمرو اتاي ما نعرفش ما نطلعوش ساعات هاي لا عاد تمشي تغسلي يديك وتجي تجلس تاكل ولا بغيتي تاكل كي الناس وتجلس كي الناس ماشي الله واحد الريحه طالع من هذا تاي ما نشكر لكم اتاي تاعي ولكن اتاي لا يعلى عليه Yes, 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 yes,
علياس وبيتت علياس واخا يبان لكم صفر راه كاينه البنه راه دايره فيه اتاي دايره فيه نعناع البلدون نعناع العادي واتاي اجي غتمشي تغسلي يديك يا سير غسلي يديك الخوف يدي هو شويه عليه سير غسلي يديك برا